السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل أمين جويريا، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا رسميا أمين جويريا يغلق الموضوع ويكشف عن نيته بالتحاقه بكتيبة جمال بلماضي في المنتخب الوطني الجزائري في أكتوبر القادم، حيث قام اليوم أمين جويري بنشر منشور عبر صفحته الرسمية في إنستغرام بقميص الخضر، وقال: بكل فخر أعلن عن قراري بالانضمام إلى المنتخب الجزائري، سأدافع عن قميص المنتخب الجزائري بقلبي وروحي، وشرف لي أن أحمل ألوان بلدي عاليا والمساهمة في كتابة صفحات أخرى من تاريخها الكروي، تحيا الجزائر. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.